بقولك كبيره شويه دي عبر بس ايه اللبن ما يغلي علشان ما ضيعش وقت، بس كل شويه اقلبه كده عشان ما يكلكعش مني. السلطه عندنا هنا عباره عن ايه؟ خس كابوتشي زي ما اتفقنا، وجزر مبشور، وطحينه، وخل، وملح، وكمون، وعصير ليمون. هناخد الطحينه كده في البوله الكبيره دي، معلقتين كبار من الطحينه، وادوبها بشويه ميه. الاول احط لها الخل كده، خل، شويه كمون، وعصير ليمون، يا معلقتين طحينه، عليهم نص عصره نص ليمونه، وعليهم معلقتين كبار من الخل، وكمون، وملح. ادي الملح، ادوبهم وابدا ازودهم الميه، وما تديني القوام المناسب اللي انا عايزه. انا عايزه قوام ايه هنا؟ عايزاه خفيف شويه، يعني مش عايزه سلطه الطحينه التقيله بتاعت الفراخ المشويه او المشويات، لا. معانا ساميه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ساميه؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ احنا معجبين جدا بحضرتك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، متشكره ليكي. انت ايه اخبارك؟ ايه؟ الحمد لله. كنت عايزه اسالك على الفطير بتاع امبارح اللي هو بالزبيب. فطير الزبيب؟ طب حاضر، هحاول انزله لك. حاضر، بس كده المهلبيه قربت تغلي معايا. معانا ملك. الو. ايوه، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ايه سؤالك يا ملك؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال؟ لا بس انا بحبك قوي. شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انت سنه كام يا ملك؟ ليه كده؟ ليه كده؟ تمشي العيال على طول كده ليه؟ طيب ماشي. شكرا يا ملك. انا عمال اقلب هنا وهنا، ايه مستنيه الخلطه انا عاملاها دي اللي هي بالنشا، نشا وكاكاو وسكر ولبن، يغلي زي ما اتفقنا مع بعضينا، لازم يغلي. شويه ميه، شويه شويه، اما دي طحينه تقيله حبه، خفيفه حبه، صغيرين، اخف من اللي انا بعملها قلت لكم. خلاص ابدا انزل لها جزر، جزر مبشور حبه كتيره كده. اللي كانت عايزه فطيره الزبيب، فطائر الزبيب معانا اهي على الشاشه. فطيره الزبيب اللي عايزاها تصورها، بقى هنا كده. هنا الجزر حطيت حبه كويسين، وكابوتشايه ناخد حته منها كده، اقطعها رفيع رفيع كده، دي انا اكلتها في مطعم الاكله دي، كنت معزومه امبارح في مطعم، اقول اسمه، اسم اللي عزمنا؟ طيب اسم الله يبارك له. كانت ايه معموله، بس كانت معموله بدريسنج ليها او صوص ليها غالي شويه، قلت لا انا ممكن اعملها واعمل الصوص بتاعها سعره ايه اقل شويه. فمين ايه عملت سلطه الطحينه، هي ما كانتش معموله بطحينه، كانت معموله حاجات تانية ايه اسعار عاليه شويه فيها، فقلت لا انا هعملها وتتعمل باسعار قليله ويبقى طعمها احلى من اللي اكلتها هناك كمان. فهي عباره عن جزر وكروم وسلطه الطحينه بسيطه خالص، ونبقى عملنا صنف سلطه بيتاكل في المحلات، محلات شيك قوي واسعارها عاليه جدا، احنا عملناها في البيت اهي وبسعر قليل جدا، واحلى كمان منهم ان شاء الله.
بس كده. ممكن تكتري الكرنب شويه، هما كانوا مكترين الكابوتش اكتر من كده حبه. تمام كده. طيب نيجي بقى، ادي كده السلطه هغرفها دلوقتي في طبق شبه اللي كانوا غارفين فيه بالظبط. بس مبقاش حرمتكم من حاجه، كان الكرنب بزياده. بس انا كترت الجزر حبه.